مركز تحويل الطاقة الكهربائية أقبو 2 استثمار طاقوي جديد يشتغل بقدرة 60-30 كيلو فولت يدخل حيز الاستغلال لتحسين نوعية الخدمة بالبلدية الجنوب غربية لولاية بجاية. إن شاء الله يتسلي ولا ثورة لبانو وخسرنا لفريجيدرنا لكويزينيرنا تسكي مرشا لتسكي نطلق طرق رنسو لجمو بارابورا توت لا بوبولاسيون دو لا ريجون دو تازمال ما كانش واحد يقول لك كليماتيزور تاعي ما يمشيش ولا الموتور تاعي ما يمشيش ولا اللامبول ما تمشيش دونك توت هي لا كاليتي دي الكتريسيتي عنده أهمية كبيرة كبيرة جدا بالنسبة للمنطقة والمناطق المجاورة ميم الولايات المجاورة فيما يها مشد لا كويرا وكوتي البرج. المركز الطاقوي يحتوي على محولين 2 بطاقة إجمالية تقدر ب 80 ميجا فولت أمبير تم تدعيمه بخمس منطلقات متوسطة التوتر منطلقات يراد منها ضمان تغطية عالية الجودة لقرابة 33 ألف نسمة. المحاول هذا في نفس الوقت سمح لنا بلوغمونطاسيون دو لا بويسونس انستالي او نيفو دو لا ولاية دو بيجايا كي باسي دو 720 ميجا وات ميجا فولت امبير ا 800 ميجا فولت امبير. الشيء هذا راح يسمح لنا بتكفل الكلي لطلبات الربط بالطاقه الكهربائيه. ها نحن نقف اليوم على وضع حيز الخدمه لمشروع اخر يعتبر من مشاريع الاستراتيجيه للدوله الجزائريه الا وهو المحول الكهربائي بقدرة 60-30 كيلو فولت الذي أنجز بمنطقة ألاغن ببلدية تازمالت. المشروع هذا يهدف إلى تحسين وضمان استمرارية خدمة للتموين بالطاقة الكهربائية لفائدة سكان بلدية إغلعلي، أيترزين، بوجليل، تازمالت، أقبو، أيت مليكش وإغرم. هذا المشروع الطاقوي سيسمح بالتكفل الأمثل بالطلبات المتزايدة للربط بالطاقة الكهربائية بالتجمعات السكانية فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية مستقبلاً.